افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض البحرين للتدريب والتعليم من قبل ما قبل العمل التاسع، والذي تنظمه شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات خلال الفترة من 3 و4 من فبراير الجاري بمشاركة العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص. 8 مواسم حملت في جعبتها الكثير من التخصصات التي ولجت إلى سوق العمل البحرينية لتواكب بذلك تطلعات شباب البحرين. وها نحن اليوم نشهد انطلاقة الموسم التاسع لمعرض البحرين للتدريب والتعليم بمشاركة عدد من الجهات التعليمية والتدريبية وجمع من المؤسسات والشركات الخاصة لتطرح وظائفها أمام الباحثين عن عمل. هذا المعرض يتيح الفرصة للطلاب من مختلف المراحل لزيارة المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وأيضا الجامعات يعرضون برامجهم ويعرفون الطلبة حول نوعية المؤهلات المعتمدة المطلوبة في سوق العمل ومعاهد التدريب أيضا. فهذه من أهم الخطوات الحقيقة اللي تقرب بين الطلاب وبين أولياء الأمور وبين الفرص المتاحة في التعليم والتدريب والتوظيف. فدائما كل ما زارت هالنوع من الأنشطة كل ما تضيق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل واحتياجات وتطلعات الشباب. هذه السنة تميزنا أكثر من 7 إلى 8 ورش عمل، واخترنا الانتربرنورشيب بحيث ان احنا نوعي الناس اكثر ان حتى اذا ما لقوا وظائف تناسب ميولهم تخصصاتهم ممكن ياخذون الخطوه الثانيه انهم يتجهون الى رياده الاعمال. تقدم اي بلد يروح للتعليم والتدريب، وتنظيم مثل هاي المؤتمرات والندوات والمعارض تعطي فرصه حق الاشخاص، يعني الشباب الحين الجيل حق يشوف الفرص حق مستقبله. جمع من خريجي الثانوية العامة على موعد مع المستقبل ليتعرفوا على تفاصيله من خلال هذا المعرض الذي يتولى تعريفهم بالبرامج الأكاديمية والتعليمية إلى جانب فرص التدريب والتوظيف المتاحة بما يتطلبه سوق العمل من مهارات علمية ومهنية في مختلف القطاعات. المعرض وايد وايد زين حق وايد أشياء، إحنا لأننا مقبلين على التخرج وهاللون يعني، فالنهاية يعطينا وايد معلومات ما كنا نعرفهم، وهو المعرض مفتوح حق وايد جامعات ومعاهد تدريب وايد أشياء، فالنهاية يعني وايد فرصة زينة إنه يعرفنا على سوق العمل. مقبلة على التخرج، وأشوف إن فكرة المعرض وايد حلوة حق اللي يبون يعرفوا شنو التخصص اللي يناسبهم. معرض متنوع يقدم فرصا تدريبية وتعليمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى 500 وظيفة خصصت لخريجي الثانوية العامة والجامعيين الباحثين عن عمل من قبل 10 شركات. فرص متنوعة، تخصصات جديدة تطرحها مجموعة من الجهات العلمية والعملية، هدفها الأول أن يكون الشاب البحريني الخيار الأول في سوق العمل من خلال تقديم فرص ترتقي إلى طموحات الشباب وتحاكي تطلعاتهم. خولة القرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.